كل عام وأنتم بخير، تقبل الله طاعتكم وعن النار أبعدكم، كل عام وأنتم إلى الله أقرب. إن شاء الله يا جماعة، مش معنى إن الأيام المباركات دي عدت، شهر رمضان، أيام شهر ذي الحجة، والأيام المباركات دي عدت، إن إحنا نكسل وما نجتهدش. لأ بالعكس، ده الأيام دي بتبقى أيام بنستزيد منها من الطاعة وبناخد منها نفحات علشان نقدر نتواصل ونقدر نواصل ونقدر نكمل باقي السنة أو باقي العام. بناخد منها نفحات علشان نقدر نكمل ونقدر نواصل. فاجعل لنفسك ورد من القرآن، ورد لنفسك ورد من القرآن وورد من الأذكار، تحصن بيه نفسك وتحصن بيه عائلتك وبيتك وأطفالك، تمام؟ علشان تقدر تحارب في هذا الزمان، لأن الزمان ده زمان فتن، وزمان في حاجات كتير بتحارب الإنسان. إني ابتليت بأربع، ابتلاء شديد، ابتلاء صعب، بأربع، بأربع أشياء، ما صليتوا، محدش صلتهم عليا إلا بجلب مني وعنائي. أنا اللي بجلبهم لنفسي، وأنا اللي بجيب المشاكل لنفسي. إزاي؟ إن أنا بتبع هذه الأشياء الأربعة، إبليس ونفسي والدنيا والهوى. إن النفس لأمارة بالسوء، وإبليس بيحاربك، والدنيا كلها فتن، والهوى هوى الإنسان عايز يعيش كده على مزاجه وخلاص. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يعني ربنا لما يقضي بأمر، ولا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لنا على أمر، ما ينفعش إحنا نقول لا أصل أنا شايف وجهة نظري كذا، ما ينفعش نقول أصل أنا شايف رأيي كده، أصل أنا شايف، لا أنت شايف دي اركنها على الرف، ملهاش أي قيمة. أنت شايفة أو أنت وجهة نظرك دي اركنيها في الباسكت بتاع الزبالة. في حاجة اسمها ربنا لما يقول سمعنا وأطعنا. يا أختي يا أخي الكريم، لما ربنا يقول سمعنا وأطعنا، ما نقولش أصل أنا ليا وجهة نظر، أصل إحنا في زمن الديمقراطية. زمن الديمقراطية ولكن في أصول ثابتة نزلها الله عز وجل كشريعة نمشي عليها، ما ينفعش ما نتبعهاش. فخذ من صحتك قبل مرضك. انت النهاردة عندك صحة اغتنمها، النهاردة عندك وقت فراغ اغتنمه، اغتنموا هذه الأشياء الجميلة الرائعة في القرب من الله عز وجل. وليكن واحد عنده مشروع حمام زي كده، يغتنموا ان الحمام ده هيعلمه الصبر والحنية، وهيعلمه ازاي يكون انسان قلبه طيب، وهيخليه يتعامل مع ناس كتير، ناس طيبة وناس كويسة، تمام؟ وهيخليه يعرف الحلو من الوحش في التعامل. والحمام ده هيكون مصدر رزق ليك في يوم من الايام، قبل ما يكون طبعا هي في الاول غواية، ولكن هيكون ليك مصدر رزق. فالروح دي هتسأل عنها يوم القيامة، فحاولوا يا جماعة ان انتوا الروح دي توفروا لها كل شيء. يعني انتوا حبستوها في بيوتكم، وفروا لها كل شيء. فاكرين الست اللي هي حبست الهرة؟ لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من حشاش الأرض، دخلت فيها النار. وفي نفس الوقت فاكرين الست اللي هي كانت باغية من بغايا بني إسرائيل، كانت بتعمل الفاحشة عزكم الله، ومع ذلك لقت كلب في الشارع، كلب بيلهث من العطش، فعملت ايه؟ فسأت الكلب. فالله عز وجل يقول لها انت مش ارحم على الكلب ده عزكم الله مني، انت مش ارحم على الارواح والعباد والحيوانات والطيور والكائنات مني.
لقد غفرت لك بسبب رحمتك لهذا الكلب. فالله رحيم، رحمن عز وجل. انتوا بتتعاملوا مع رب كريم رحمن رحيم يا جماعه. فمن والله فاي انسان والله الله امر، اذا ولاك الله عز وجل امرا فكن قد المسؤوليه، فكن قد المسؤوليه. هذه روح لازم أن تكون مسؤول عنها، لازم أن توفر لها اكلها وشربها، ولازم أن تعتني بيها. لما تطلع عند الحمام تبص حاطط لهم اكل وميه، بص على البيض، اكشف على البيض، البيض اللي هو بالشغال ارميه عشان ما ترققش الحمام على الفاضي. جوز هنا لحم فرنسي وجوز هنا لحم فرنسي، وهنا بيضه بايظه وهنا بيضه بايظه، خلاص قوم جوز وحط البيضه تحت الجوز الثاني، وسيب الجوز الثاني يقوم، وشغل جوز واحد بس، جوز تحت منه زغلول واحد، والتاني الجوز الثاني تحت منه زغلول واحد، حط الزغلول ده تحت الزغلول تحت الجوز ده، وقوم زغلول وقوم جوز، خلي الجوز يشتغل على زغلول بقى على جوز زغليل بس، وقوم التاني، ما يبقاش جوز رائد على زغلول وجوز رائد على زغلول، لا ضم الزغلولين تحت جوز واحد وقوم الجوز التاني ريحه. بص حمامة يمكن لافف على رجليها فتلة بتاعت الشوال بتاع الكلفة، حمامة زغلولة صغيرة يمكن تكون بلعها قريشة في بقها، اكشف على الحاجة وبص على حاجتك، حمامة جواها كنكر، حمامة جواها كذا جواها كذا. لما تكون مجوع الحمام وتأكله على جوع، الحمام كله بيقبل على الأكل. الحمام اللي ما بيقبلش على الأكل أكيد عيان، اكشف عليه وشوف فيه إيه. دي روح هتسألوه عنها يوم القيامة يا جماعة. لازم يا جماعة نهتم بالحاجة ونأكلها ونشربها وننظف لها ونهتم بيها. شايفين يا جماعة بسم الله ما شاء الله من كتر الاهتمام، اللهم بارك يعني. ده جوز كشك بنيدي، كشك بنيدي. الجوز ده مش بيأكل عياله، بيأكل تلاتة، واحد لحم فرنسي وجوز زاجل أصفر كريمي أهو. ما رحناش كذبنا عليكم وقلنا لكم أي حاجة، أهو جوز اللي هناك ده الصغير زاجل أصفر كريمي، وجوز تاني وفرد تاني كبير، فرد اللي التاني اللي هو بياكل ده لحم فرنسي، بيأكل التلات زغاليل اهو، كشك بنيدي اهو، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. اهو. اللهم بارك. نعمل لكم زوم شوية تشوفوا. اهو. يا رب يكون الكلام واضح. الكاميرا تكون واضحة. اللهم بارك. نشوف تاني هنا اهو. هنا بقى الآية مقلوبة شوية. مش آية قرآنية لا سمح الله، لا يعني هنا الموضوع معكوس. هنا فرد كشك بنيدي تحت لحم فرنسي. طب أنا ليه بلخبط الدنيا كده وبحط ده هنا وبحط ده هنا؟ بعود الحمام بتاعي أي فرد يأكل أي فرد، أي عضماية تأكل أي عضماية، أنا بعود حمامي على كده بحيث لما يحصل عندي حاجة أخد ده أحطه هنا على طول يشتغل. بعود أي عظم عندي بيأكل أي عظم عندي بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني الناس اللي بتقول اللحم الفرنسي ما بيأكلش حمام لونه لونه غير اللون الابيض، بيمسك الحمام لو لقى الزغاليل لونها مختلف مش لونها ابيض بيمسكها يقطعها وينصرها ويوضها، الكلام ده غير صحيح. انا كان عندي فرد زاجل وفرد تاني رومي الوان مختلفه لونها مش ابيض تماما، وحطيتها تحت اللحم الفرنسي، اول ما حطيتها رحت ماكله على طول بسم الله ما شاء الله. يعني نشوف الوضع هنا على الطبيعه، خليكم معانا بسم الله. بس النتايه دي شقيه شويه وبتاعت مشاكل وبتقعد تخرب الدنيا وبتعض. بص 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 النتايه دي انا مجوزها لابوها ما شاء الله، بيطلعوا لي خرج كويس جدا. يعني الناس اللي بتقول لك الاهالي لما تتجوز بعض والدم ما يكونش والدم لو كان واحد بيحصل مشاكل في الخرج، والله اهو متجوزه ابوها وما شاء الله شغاله زي الفل، بتطلع لي اكتر من 20 جوز، وكل عيالها وعيالها وعيال عيالها كلهم طالعين شغالين كويس جدا اهو. شايفين؟ بصوا 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 بصوا. طب انا لو مسكتها كده هتسيبني؟ هتسيبني؟ لا بتعضني برضه، بتعضني برضه.
بناخد منها الفرد كده ونشوف. بصوا حتى وانا ماسكها بصوا بتعضني برضه. طب ناخد منها الفرد، نتفرج على الفرج كده، الفرد كده بسم الله ما شاء الله اهو. بصوا الكشك البنيدي عب ميته قد ايه، صغنونه خالص، طالع برضو بطاقية زي اهاليه، اهاليه تحت اهو، طالع بطاقية زيهم، طالع بشراب في رجله برضو نفس الحكاية اهو. بسم الله ما شاء الله. لسه صغنون خالص اهو. لما نيجي ندخل ايدينا بقى ندي ظهر ايدينا للحمام عشان ما يعض، ما يعضش ايه الزغاليل اهو، عندهم قصد يعني اهو. بسم الله ما شاء الله. بصوا عايز ياكله، يقولوا تعالى انت كنت فين، تعالى ناكلك. بسم الله ما شاء الله. نحاول ان احنا نقربه شويه للكاميرا، نحاول نخليه ياكل اهو. بصوا هنتابع من عن بعد. بسم الله ما شاء الله يا جماعه، الحمام تهتم بيه وتاكله وتشربه وتنضف له تاخد منه غير كده وكده. لما تطلع تقعد عند الحمام وتمسك المصحف عفوا يا جماعه بس عشان انا مريض وعندي نزله برد. لما كنا شغالين في العيد في الاضحيه طبعا من الطرائف اللي حصلت ان العجل عزكم الله، الطور يعني في بعض البلدان بيسموه طور بقري او عجل بقري، جري يعني شم ريحه الدم من الجزار فجري. فلما جري بقى ايه زي ما يكون مثلا 200 متر ولا حاجه في الشارع، وجنبينا نهر النيل وجنبينا اراضي زراعيه، فقعد يجري على الطريق. بفضل الله يعني ايه اتلمينا علينا ومسكناه احنا والشباب والجزار والناس اللي في الشارع ومسكناه. بس طبعا يعني حصل بعض الخسائر البسيطة طبعا، قعد طبعا ينطح ويعمل، طبعا شايفين ايديا متعورة اهو، مسكناه بالعافية شايفين ايديا متعورة اهي اهي. طبعا الخرابيش والخبط والرزع دون يعني الواحد صاحي من النوم النهاردة عضو متدغدغ بسبب العجل لما فضل يتعافر معانا، وربنا كرمنا طبعا وسيسناه واحدة واحدة لحد ما جبناه وذبحناه. وكنا طبعا عاملين بث مباشر نص ساعة، واتمنى تتفرجوا عليها يعجبكم جدا يعني. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. طيب نترككم في أمان الله، دمتم في أمان الله. ولو عجب حضراتكم الفيديو او لو عجبكم القناة لا تنسوا الاشتراك في القناة، ولا تنسى اللايك عشان اللايك بيرفع الفيديو عشان ينتشر الفيديو في كل مكان كل الناس تشوفه. ولا تنسوا ان تدعوا الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.